كذلك من السنة أن الخطيب إذا خطب يخطب تلقاء وجهه، فقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب خطب تلقاء وجهه. وأما الالتفات يمين ويسار والنظر إلى الناس فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يلزم منه عدم العدل، ولذلك قد يلتفت إلى اليمين ولا يلتفت إلى الشمال، وقد يلتفت إلى جهة دون جهة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، هذه خطبة شرعية يحتاج فيها الخطيب أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الخطب مثل الخطب الحفلية، الخطب العادية، هذا يفعل فيها ما يشاء لأنها من العادات. أما خطبة الجمعة فمن العبادات. كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أنه كان يرفع صوته ويشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. فجاء في من حديث جابر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في خطبة الجمعة تختلف عن بقية أحواله في تعليم الناس، فلقد كان يرفع صوته عاليا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الخطبة خطبة الجمعة قائمة على التنبيه، قائمة على التنبيه والوعظ، بخلاف الدرس، بخلاف المجلس الذكر، بخلاف فإنه قائم على التفهيم والبسط والاستطراد. أما خطبة الجمعة فقائمة على الاقتضاب والتنبيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه قصيرة، فقد جاء في عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وجاء في لفظ قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إن على فقه، يعني علامة على فقهه. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الأحكام مشروعية الدعاء لولي الأمر في الخطبة الثانية، وهذا عليه الإمام أحمد وجمع من السلف قالوا يدعى لولي الأمر الحاكم أو السلطان بالصلاح وصلاح البطانة، لأن الدعاء لولي الأمر فيه صلاح له وصلاح لمجموع الأمة، وهذا علامة من علامات أهل السنة أنهم كانوا يدعون لولاة الأمور. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وهكذا عياض وهكذا جمع من فقهاء الإسلام يدعون لولي الأمر في الخطبة ويدعون له بالصلاح وصلاح البطانة، لأن في صلاحه صلاح لمجموع الأمة.